صباح الخير والجمال على جميع مشاهدي قناة الصحة والجمال، معكم أنا سارة السباعي في ميعادنا الأسبوعي الساعة 11:30 صباحا ولمدة نص ساعة يوم الأربعاء في برنامج بيقولوا وحلقة جديدة بيقولوا عن التجاهل. التجاهل أرقى انتقام، حكمة بيلتزم بيها البعض والبعض الآخر لا. هنتكلم باستفاضة عن موضوع التجاهل وأمثلة كتير، بس سيبوني في الأول أرحب بزميلاتي الأمارات جدا. صباح الخير يا زينة. صباح الخير يا سارة، وصباح الخير يا ندى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكم، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. سارة، ابتدت موضوعنا النهاردة بمقولة حلوة وليها معاني كتير. خلوني بس أقول لكم قصة بسيطة. كان في اتنين مرتبطين مخطوبين، يعني كان في البنت دايما بتسمع للي حواليها ودايما حاسة ان جوزك على ما تعوديه، زي ما كلنا عارفين ان هي ما بتسيبلوش الهفوة، ما بتخلهوش مثلا يعدي موقف او حاجة علشان يتعود على كده. فالولد ساعتها حس بضغط جامد منها، وحس ان الموضوع تقيل عليه، وان هو بقى كل حاجة على طول مشاكل وفي خلافات ما فيش تفاهم ما بينهم، فساب الموضوع خالص. وفي الاخر يعني حصلت مشكله كبيره، وابتدى ان هم خلاص يعني الموضوع خلص. وفي يعني في الاخر، بس في نهايه حلقة يعني كل اللي احنا بنقوله ده، ان انت لازم تتجاهلي الموقف، تتجاهلي الموقف، ما تتجاهليش الشخص، يعني عشان علاقاتنا ما بيننا وبين بعض. صح يا ندى، هو الموضوع بصراحه يعني بيبقى رخم جدا لو في حد من الطرفين ابتدى يتجاهل، بس بالعقل الموضوع مش هيكبر والمشكله مش هتكبر. وزي ما ساره قالت في اول الحلقه، التجاهل هو الانتقام الراقي. كل ده هنتكلم فيه النهارده في حلقتنا ان شاء الله، بس هنتكلم بعد ما نروح فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهارده التجاهل. التجاهل ليه انواع كتير ومش محتاج شرح، بس خلونا نتكلم عن التجاهل في الحب. يعني ما بين اي اتنين متجوزين او اتنين مرتبطين بتبقى في مواقف وفي مشاكل، ففي طرف بيعدي علشان الحياه تمشي، وده ساعات كتير قوي بيبقى الراجل، علشان الست بطبيعتها زي ما احنا كلنا عارفين ان هي بتحب التفاصيل وان هي ما بتنساش بسرعه. في كمان اللي هو التجاهل السلبي. التجاهل السلبي ده مشاكله كتير. التجاهل السلبي لما انت على طول بتنتقد اللي قدامك، او ان انت مثلا بتقلل اهتمامك بيومه او بتفاصيل حياته نفسها، وما بتشاركوش في حاجات كتيره. صح، فده صح. بيؤدي مشاكل كبيره وبيؤدي الفجوه ما بينكم كتير قوي. يعني انت قلتي نتجاهل الموقف مش الشخص نفسه. اه بالظبط كده. لازم نركز لازم نركز على الموقف، نركز على الموقف ده. صح يا معقول. وبرده زي ما في تجاهل سلبي بين الذكر زي ما بيقولوا كده، ان هو ما يعني المتعارف عليه ان هو بيبقى صادر منه، بس في برضو على العكس بيبقى في تجاهل من الست، بس التجاهل ده بيبقى اصعب شويه. صح، لان هي لما بتخش في مرحله التجاهل بيبقى خلاص الموضوع بين جواها فعلا انتهى، خلاص هي ما بقتش شايفه الراجل ده، سواء بقى خطيبها او جوزها، ما بقتش شايفاه خلاص شريك حياتها. بس امتى نعرف ان الست دي ابتدت تتجاهل الراجل؟ امتى؟ انا عايزه اعرف. قولي لي. اقول لكم انا بقى امتى. انا جاي النهارده اقول لكم امتى. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقيها ما بقتش بتهتم باي حاجه في يوم. اول حاجه اي مشكله ما بتهتمش باي تفاصيل ولا اي حاجه خلاص، ولا مهتمه تعرف لو قال لها عندي مشكله، ولا مهتمه بقى خلاص تعرف اي حاجه. عندي هنتقابل ما نتقابلش، مشكلتك مش مشكلتي. ولا تضحك بقى، ولا بقت طايقه تشوفه، خلاص هي قفلت. طبعا. الموضوع انتهى. لكن لما الراجل، هو راجل متعرف عليه ايه، ان هو لما بيتجاهل بيبقى حته عقاب منه. لكن طبعا الست عشان كده التجاهل بتاعها بيبقى مش سهل، بتبقى قفلت ساعتها وتحس ان ساعتها العلاقه خلاص بالنسبه لها خلاص. انا برضو عايزه اضيف نقطه اللي انت بتقوليه. طبعا برضو الست ممكن تكون بتتجاهل، بس بيبقى تجاهل طالع من طبيعتها. يعني مثلا لما ست بتيجي ترتبط بحد في اول العلاقه، طبعا بيبقى في حلاوه البدايات والمشاعر والاحاسيس، بس برضو يعني نسبة كبيرة الست بتبقى عايزة الراجل في حياتها كهدف توصل له. خلاص وصلت له، اتجوزته، ارتبطت بيه، خلفت منه، بقى فيه التزامات وربطته بمعنى أصح، فخلاص هي وصلت لهدفها. فالتجاهل بيبقى بوابة من بوابات اللي بيخش من بوابة الروتين. خلاص الروتين دخل، فالتجاهل أنا مش محتاجة أعمل حاجة زيادة تخليه يحبني أكتر أو تخلي حياتنا سعيدة أكتر. بقت ضامنة. بالظبط، بقت ضامنة. زي ما الراجل بيضمن وجود الست، الست برضو بتضمن وجود الراجل، حتى لو مش بتقول، أو حتى لو المتعارف إن الراجل مهما خلاص بقى مع ست معينة فخلاص خلاص بيهملها، لا الست برضو بتبقى ضامنه وجود الراجل. صح، فبتتجاهل وخلاص مش مهتميه تعرف حاجه، ما هو موجود في حياتي، هيروح فين؟ صح، او لو بالذات عنده عيال خلاص بقى بالظبط كده. هو بص، هو في
معاكي يا ساره في الموضوع ده، بس يعني ساعتها بتبقى غلطه البنت، يعني انت ما قدرتيش بقى نعمه الراجل اللي موجود في حياتك، وابتديتي تخشي في حته التجاهل اللي مجرد ان انت ضمناه خلاص بقى هو هيبص بره، بس لو هو موجود، يعني لو موجود راجل لو موجود راجل صحته كويسه يبقى هي ساعتها غلطتها. بس عايزين نخش في نقطه تانية بقى غير التجاهل بتاع الحب. طبعا في التجاهل كمان يا جماعه اللي بين الاشخاص عموما، الحقيقي انا دلوقتي في شخص عادي جدا في حياتي، اصدقاء قرايب ايا كانت شكل العلاقه، ممكن يخش التجاهل من باب ايه؟ مثلا في طرف من الاطراف اتشغل شويه، مر بظروف معينه في حياته، هتلاقي الشخص التاني ايه ده لا انا متعود على اهتمام معين منه، ايه ده لا ده هو بيتجاهلني فانا كمان هبعد وتجاهل، وهتبتدي العلاقه الفجوه توسع ما بينهم والعلاقه تنتهي، مع ان لو حد منهم كان التمس العذر او ابتدى يسال طب انت مثلا مختفي ليه ما بتسالش ليه، تكلموا مع بعض، تكلموا عن حاجه بسيطه، ممكن العلاقه بالزبط. تستمر وعادي جدا ولا كان في اي حاجه حصلت. ده حقيقي صح. وفي كمان عايزه اقول ان التجاهل مش بس بتاع الاشخاص عموما، لو اللي هو مثلا بين الاشخاص اللي احنا بنتكلم عليه، لا في كمان التجاهل اللي بين القرايب او الصحاب. ده حقيقي لما بيبقى تجربه شخصيه انا سمعت معايا في حاجه شخصيه انا عايزه اقول لك دلوقتي، وانا كنت لسه جاي لك، انا بقى عايزه تيجي على الجرح انا عايزاك يا سنه حاجه كده بسيطه، اي حاجه اللي انت هتحكي فيها القصه اللي انت قلتي لي عليها ما تحكيش دلوقتي، تحكي بعد القصه. طيب انا بتكلم على حاجه بس برضو ان هو النهايات اخلاق، يعني لازم كل واحد لو مثلا ما فيش علاقه او في فجوه حصلت ان احنا نلتمس لبعض زي ما انت قلتي العذر، وفي نفس الوقت كمان ما نكلمش مثلا حد عن حد، يعني نلتزم الصمت ده. يعني ده لو في حين مثلا ان احنا ايه خلاص عشان ما نبوظ علاقات الناس ببعض، خلاص احنا دلوقتي جربنا مثلا ان انا مثلا سالت لقيت الشخص دوت برده لسه مستمر في التجاهل بتاعه، خلاص انا هاخد الجنب بتاعي وهبعد وكل حاجه، بس ما نقعدش بقى نقطع في بعض ونجيب في سيره بعض. بالظبط ساعات يا زينة اصلا ساعات اصلا بيؤدي للاكتئاب لما انت مثلا بتكوني متعشمه في اللي قدامك ده ان هو بيحبك او مهتم بيكي، وتلاقيه في الاخر مش بيبادلك لك نفس الشعور، فانت ساعتها بتكتئبي وتفقدي ثقتك في اللي حواليكي، وتحسي ان انت عايزه تنعزلي وتفقدي تركيزك، وعلى طول بتتعصبي. ده بيحصل للناس كتيره جدا ان هي بتبقى مستنيه اهتمام من الطرف الاخر، بس تلاقيه هو التاني مش مهتم. العشم بيبقى فيه الم نفسي شويه. بمناسبه الحزن والاكتئاب انا برضو عايزه اتكلم في حاجه عن الاشخاص السلبيه انا مستنيه والتجاهل. انا مستنيه سيبيني اقول التاتش بتاعي، ما هدليش بال الا ما اعمل ريسيرش انا عماله مهدلك من اول الحلقه خشي علي. طيب دلوقتي في بعض الاشخاص السلبيين اللي كلنا طبعا اتفاجئنا في الفتره الاخيره واحنا مع بعض كتير. دول هم بيحطموا الحلم او الشغف او الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، يا اما بيتجاهلوا يا اما بيقللوا من الحاجه اللي احنا بنعملها. اوكي بيحبطوكي فبيحبطوني انا مثلا عايزه اقول على حاجه. لما حد انا وصلت لمرحله معينه في التقديم التلفزيوني، في شخص معين كلمني مكالمه كانت فيها طاقه سلبيه رهيبه بنفس المعنى، قال لي انك مش هتوصلي لحاجه وكان غيرك اشطر. اوكي فانا عملت ايه بقى لما قلت لك قبل الحلقه؟ تجاهلته تماما وركزت على هدفي. صح. ف ما جاش عليكي بالسلب، لا انت لا كنت عايزه تثبتي له، لا العكس. التجاهل بقى الايجابي للاشخاص السلبيه اللي بتقلل منا وبتقلل من طموحنا وبتقلل من اهدافنا، هو اللي هيوصلنا للحلم. بالظبط. على فكره القصه بتاعتك دي ليها علاقه جدا بالحلقه، انا بمهد لك ليها عشان انا عارفه ان ليها علاقه بالحلقه. هو ده فعلا التجاهل للاشخاص السلبيين. انت كلنا في حياتنا في اشخاص سلبيين موجوده يستاهلوا فعلا يا جماعه ان احنا نتجاهلهم. دي ساعتها المفروض ان احنا نستفيد من ده في حياتنا، مش بس تجاهل سلبي فاحنا بنبعد او بنبوظ علاقات او لا بنبعد عن الناس بشكل مش حلو. ساعتها انت كمان بتبقي عايزه تثبتي للي قدامك العكس، ان انا لا انا مش انا مش انا مش مش مثلا مش هفشل في حاجه زي كده، لا انا دي الحاجه دي هتديكي باور ان انت تبقي احسن لقدام. ما تديش فرصه تحطي دايما على طول الكلمه دي في قدامك وانت تثبتي العكس لنفسك وليه. ما تديش فرصه لحد ان هو يقلل من الحاجه اللي انت عايزها او من ايا كان بقى، سواء شغل. صح. او حياه اجتماعيه او ان شاء الله حاجه بسيطه انت بتعملها في حياتك، ما تديش فرصه لحد ان هو ياثر عليك بالسلب. لقيته شخص سلبي تجاهل كلامه تماما، تجاهله هو شخصيا وخلي الافعال هي اللي تتكلم. صح. ده تجاهل ايجابي.
صح مظبوط. التجاهل ايجابي يعني. انت قلتي لي برده على موقف قبل الحلقه ان يعني وصل لك طاقه سلبيه في حاجه زي كده برده وانت صممتي وتجاهلت الموضوع تماما. اه في ناس كتيره جدا يعني بتقابلك اصلا موجودين في حياتنا عموما، انت مش هتعرفي، انت مش هتقدري حتى في الطبيعي في المواقف العاديه اللي احنا بنمر بيها في حياتنا ان بيأثروا علينا فتره معينه بس بعد كده بنقفل ربنا تاني. وبتثبتي ليهم ولنفسك ان انت غير كده خالص يعني بالزبط. وان انت قدرتي وفعلا حققتي اللي انت قدامك وحققتي اللي انت كنت محتحلمي بيه وان انت وصلتي له. هو مش موجودين في الخريطه مش شايفينهم اصلا. اه بالظبط. وده على فكره ده ناس كتيره جدا فيها يعني ناس كتيره جدا بسلبيين بيبقوا عندهم اصلا الطاقه دي جواهم ليهم هم مش قادرين يحققوا حاجه فبيدوها للناس اللي قدامهم. لسه هقول لك فعلا انت صح جدا. مثلا الناس دي فعلا ما عندهاش اهداف او مش عارفين يوصلوا مثلا للحد اللي قدامهم عارف يوصلوا فبيأثروا على اللي قدامهم بالسلب علشان ما يبقاش ناجح في حياته. احسن منهم بمعنى ما يبقاش ناجح في حياته. كل حد فينا في حياته عنده على الاقل شخصين ثلاثه من النوع ده. ده اقل حاجه ده اربعه خمسه كتير قوي. تعدي لحد كام؟ تعرف تعدي لحد كام؟ كتير قوي. لا هو المفروض بصراحه ان احنا نحاول نفرق كده بالخبره يعني مين اللي احنا العلاقه اللي تستاهل ان احنا طيب نسعى نشوف نسال مش يمكن فعلا الحد ده عنده مشكله نلتمس له العذر. حسن النيه. حسن النيه. لقينا الشخص ده بقى حد بقى بارد بقى هو ده انت بارد بقى هو هتخنقني ده انت رخم بقى. لا هي الحقيقه اصلا مش مستاهله كل ده يعني كل واحد يختار كم واحد كده هو بالنسبه له بيعرف يتكلم معاهم بطبيعته ان هم دايما بيحفزوه ان هم دايما بيشجعوه تحس ان هم دول اللي يبقوا في حياتك بس لكن اي شخص تاني ملوش لازمه. ايوه كنوع من انواع ان انت باقي على العلاقه اعمل اللي عليك عملت اللي عليك وخلاص وتمام وهو برضو مصمم ان هو لسه مثلا ما بيسألش ما بيهتمش طب خلاص انا اخد الجنب بتاعي بس اهم حاجه زي ما قلنا ايه ان النهايات تفضل. طب نعاتب ولا لا رايك ايه ورايك ايه يا ندى نعاتب ولا لا يعني في الموضوع ده؟ انا رايي لو الشخص مهم وانا متعود غالي عليا غالي عليا اعاتب طبعا. طب لو غالي عليا وحاسه ان هو مثلا يا ندى غالي عليا بس حاسه فعلا ان انا ديسابوينتد او حصل خذلان احبطت لانه مش مديني الاهتمام او فعلا يعني العشم ما بقاش موجود انت أعمل إيه؟ انت تشوفي اللي قدامك ده اصلا هيبقى متفهم العتاب ده ولا مش متفهمه يعني انت بحس ان العتاب على قد المعز كملي ماشي بس على حسب الشخص ده بياخده ازاي يعني مثلا العتاب انا هعاتب الشخص اللي قدامي هيحس لا ده جاي على كرامتي مثلا وانت مثلا كده بتحطي لي شروط ولا انت مثلا لا بتعاتبيني عشان انا ما اعملش كده عشان ما يبقاش زعلان منك او حاجه انت صح بس هو في حاجه تانية اتفضلي يا زينب المفروض اصلا ان هو يعني انت بقى الشخص ده انت بتحسي بقى بعد ما عاتبتيه قدر ده بالزبط. اتغير ولا خد العتاب دوت ولا كانه سمع حاجه انت حر خلاص انت كده عملتي اللي عليكي وزياده ما انت اكيد لو فارقه للشخص اللي قدامك اكيد هيتغير بالزبط. عشانك او مش عايز حاجه يعمل حاجه بتزعلك عشانك بالظبط تمام احنا طبعا هنتكلم على حاجات اكتر باستفاضه بس هنطلع لفاصل ونرجع تاني وطبعا زينه عندها كلام كتير وندى عندها كلام اكتر عن التجاهل استنونا فاصل ونواصل وكان موضوع حلقتنا عن التجاهل واتكلمنا قبل الفاصل عن انواع التجاهل انواع منه كتير وازاي التجاهل امتى بيبقى تجاهل سلبي وتجاهل ايجابي طيب التجاهل السلبي يعني اتكلمنا فيه باستفاضه بقى خلاص مش عايزين نزود فيه كلام اكتر من كده بس التجاهل الايجابي عايزين نقول بس كلمه كده في الاخر ان زي ما قلنا يا جماعه انتوا العلاقه دلوقتي لو علاقه مهمه التمسوا لبعض الاعذار وحاول تفهم اللي قدامك دوت لو هو بيتجاهل او العلاقه مثلا ابتدت تاخد رتم غير اللي احنا متعودين عليه نسال نلتمس العذر نعرف ايه الموضوع نحاول نحل العلاقه عشان العلاقه تستمر قبل ما نفترض سوء النيه والعلاقه تخلص بالظبط ولو ربنا عايز العلاقه دي تستمر العلاقه مش هتستمر يبقى احنا احتفظنا بتربيتنا واصلنا عشان برضو نحتفظ بالذكريات الحلوه ما بيننا صح عشان ما بقاش في مشاحنات ما بين اي حد تمام وده بيعلمنا ان احنا امتى نختار الوقت للتجاهل يعني انت مثلا وقت ما انت حد بيسيء ليكي وقت التجاهل وقت الاساءه تعقل ووقت النصيحه البناءه غرور وقت المشاكل كلام عميق مذاكره وقت المصائب اصرار فانتبه متى تتعاقب متى تتجاهل ايوه احنا دايما بنحسد اللي بيقول كلام عميق في الاخر وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده وهنستناكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الساعه 11:30 انتظرونا باي 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 باي